أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على فتح قنوات التواصل المباشرة مع عملائها والتنسيق المستمر مع كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشأن البحري لبحث سياسات الإبحار في قناة السويس في ظل الظروف الراهنة، أيضا التوافق حول آليات العمل المشترك التي يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة على حركة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال بحث الفريق ربيع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الأمين العام للرابطة الدولية لملاك سفن الصب الجاف كوستاس جوكونيز سبل التعاون المشترك ومناقشة تأثير تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وأيضا منطقة باب المندب. إلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.900 تقريبا تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.63% مغلقا عند مستوى 28161 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 0.18% مغلقا عند مستوى 6235 نقطة، فيما صعد ايضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 0.11% مغلقا عند مستوى 9064 نقطة. أظهر مسح أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات تباطأ في يونيو مع تناقص إتاحة فرص عمل جديدة وضعف في نمو الإنتاج. هبط مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل وفق عوامل موسمية إلى 54.6 في يونيو من 55.3 في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023، لكن المؤشر لا يزال متخطيا نسبة 50 بكثير، وهو الحد الفاصل ما بين النمو والانكماش بما يشير إلى نمو قوي.